الخير مشاهدينا وين ما كنتم متابعينا بحلقة جديدة من برنامج كله صحة. تأثير وأبعاد العنف والجريمة على الصحة النفسية، القتل، الانفلات، تنكيل الأطفال، العنف الأسري والمشاهد والأخبار المروعة باتت من الأشياء الروتينية في حياتنا اليومية. لهذا الوضع المقلق والمخيف الخالي من الطمأنينة والسلام، أبعاد وآثار علينا كمجتمع وعلى صحتنا النفسية. كيف بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع؟ ما هي الأدوات التي بإمكانها مساعدتنا على تخفيف القلق، الضغط والمخاوف؟ كيف يجب علينا التعامل مع أطفالنا؟ حول هذا الموضوع معنا بالأستوديو الدكتور حسن عامر، أخصائي نفسي. دكتور حسن، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلين. طبعا دكتور حسن، بعش إذا راح نلاقي بالنهاية بعض الأشياء، بس أنا الهدف اليوم عن جد من البرنامج نطلع مع شوية أدوات نقدر طبعا نكمل حياتنا ولو بشوي بشكل طبيعي. يعني للأسف يعني كل يوم في عنا خبر عن قتل بمجتمعنا، خلال 24 ساعة بتسمع عن 4 عن 3 انقتلوا، غير طبعا يعني رح نذكر خلال البرنامج كم كمان حالات اللي صارت بشكل عفوي وراح ضحيتها كمان أشخاص كانوا موجودين بالبيت أو بمكان للألعاب للأطفال. فكل هاي الأشياء اللي عم نسمعها، وزي ما كمان ذكرت في المقدمة، في عندك تنكيل الأطفال بالحضانات، وعم نسمع على كتير حضانات في مجتمعنا العربي، يعني صار الوضع جدا مخيف. قديش عن جد مدى تأثير هاي الأشياء اللي عم نسمعها كل يوم على زي ما قلت نفسيتنا كمجتمع؟ هو التأثير كبير جدا، لدرجة أنه يخلق نوع من عدم الأمان النفسي. يعني الأمان النفسي عندك بيؤدي للاطمئنان النفسي. في حالة أنه فيش لا يوجد أمان نفسي عند الإنسان في مجتمعه، فهي تعتبر كارثة. ليه؟ لأنه هذا منعكس على حياتنا اليومية. الناس اليوم بيخافوا يطلعوا على الشوارع لأن خوفاً أنه في أي لحظة تطلع إطلاق وينصابوا من الإطلاق. يعني صار الإشي إذا صارت حالة نفسية. هسا انت حكيت عن الصحه النفسيه. الصحه النفسيه هي من اجل ان يكون عندنا صحه نفسيه يجب ان يكون عندنا الشخصيه سويه. كيفيه الشخصيه السويه؟ الشخصيه السويه بيجي من خلال التاقلم الذاتي، التكيف الذاتي. الانسان اذا فيش عنده قدره انه يتاقلم مع ذاته خوفا على حاله على ذاته، فهنا بنرى انه في اضطرابات في الشخصيه، اضطرابات من خلال تيجي من خلال التوتر، القلق الشديد، الخوف. الخوف يعني معظم مشاكلنا اليومية، سواء النفسية ولا الاجتماعية ولا السياسية، هي جزء اللي يتجزأ منها هي الخوف. الخوف يولد القلق الشديد والتوتر الشديد، ومن ثم عدم القدرة على التوازن النفسي. يعني بصيرش توازن نفسي عندك، يعني عندنا مشكلة هسا. أكيد. مشكلة التوازن وعدم يعني فيش شخصية سوية اللي تحاول توازن بين الأمور. بس هو دكتور يعني إنه إشي طبيعي، إحنا عم نحكي يعني على الأشياء اللي عم بتصير بمجتمعنا باليوم يوم إلا ما يكون لها تأثير. يعني حتى لو الواحد كانت شخصيته قوية أو متوازن من ناحية صحية، لكن مش معقول كل هاي الأشياء ما تأثرش علينا. يعني أبراهام ماسلو أحد علماء النفس الكبار في العالم، يعني يعني قال هناك رسم مثلث. انا متاكد انت بتعرفيه. المثلث بيتكلم على عده سلم، يعني سلالم. السلم الاول او المرحله الاولى اللي هي انا جدا اقلق على الاكل والشرب. يعني شو ما تقلق على الاكل والشرب، يعني انا بدي بيهمني اليوم اكل واشرب. بيجي المرحله الثانيه، الشعور بايش؟ بالأمن والأمان. المرحلة الثالثة بتيجي شعور بالأمن والأمان والاطمئنان، بعدين شعور بالانتماء. الانتماء لمين؟ الانتماء للمجتمع، الانتماء لعيلتي، الانتماء لوجودي للبحيطوني. هذا أنا بعطيك بس أول ثلاثة، ومن ثم تحقيق الذات. تحقيق الذات اللي عملية النجاح، يعني كيف أنا بتوصل وأنجح، كيف بتوصل لمرحلة اللي أنا بقدر أنجح فيها في حياتي. يعني إذا عندك هنا الأكل وشرب، أكل وشرب موجود، بس في شعور بالأمن والأمان والاطمئنان اللي بيؤدي في نهاية المطاف إلى إنه تبقى عندها شخصية سوية أو اضطراب الشخصية. وهذا الإشي جماعي. شو ما جماعي؟ يعني الشعور بالعدم الأمن والأمان جماعي.
يعني شو ما الجماعة يعني كولكتيف إشي يعني إشي بكل المجتمع لكل المجتمع اللي مش إشي فردي، إحنا مش عم نحكي إشي فردي يعني كل الناس بصير تشعر بعدم الإيمان في حالة خروجها من البيت أو حتى في البيت يعني بجوز تيجي تطلق في داخل البيت فالأمر هذا مش بالسهل يعني هذا يعني أنا بشرحه المسببات له اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير، المؤسسة الإسرائيلية بتلعب دور كبير، يعني المؤسسة لها جزء لا يتجزأ من عدم الأمان في الوسط العربي لأنه شغلتين، المؤسسة تعلم إنه في الوسط العربي في مئات الآلاف من السلاح مئات الآلاف، والمؤسسة كانت يعني قصد إنه هذه السلاح تطلع للناس لأنه بقت مرحلة في الثمانينات بكت طمس الهوية يعني اشتغلوا المؤسسة الإسرائيلية اشتغلت على طمس الهوية في السنوات 2020 فما فوق اشتغلوا على مسألة الأمن والأمان في حالة في طمس هوية يعني مسح هوية مسح يعني احنا في عنا بلبلة في الهوية أنا مش عارف أنه أنا وأنا إسرائيلي وأنا فلسطيني وأنا أنتمي لمين فيش انتماء لا يوجد انتماء اليوم المشكلة عامل انتماء صارت عامل الأمن والأمان انه انا بدي اهتم في نفسي في عمليه التمحور والتمركز حول الذات يعني انا متمركز حول الذات انا بيهمنيش في الاخرين بيهمنيش في المجتمع بيهمنيش حتى في عيلتي المحيطه انا بيهمني انه انا انفد فيها يعني هذا التمركز حول الذات انه هي عمليه انا بقولش عنها نرجسي ازيد منه عمليه دفاع عن النفس انه انا بدي انفد فيها فهنا شبكات التواصل الاجتماعي بتنزل اخرى مره يعني عندك المؤسسه من جهه واحده شبكات التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير في التربيه انت بتحكي عن اطفال هون في التربيه من ال تو زد يعني بتقدر تقولي 70% من اليوم من المربين هم من شبكات التواصل الاجتماعي وليس الاباء للاسف وليس الاباء ولا المدرسه المدرسه فاشله فاشل عندنا السلك التعليمي فاشل بكل المعايير فاشل هسا المدرسة فاشلة وبتيجي بيجي نبخ دورها شبكات التواصل الاجتماعي لها تأثير هسا كبير. التنكيل عملية التنكيل والتنمر في شبكات التواصل الاجتماعي بتسبب لناس كثيرة أول شيء القلق الشديد التوتر الجزء كبير منهم بفكر في الانتحار يوم المقارنة أنا بقارن نفسي مع الآخر في شبكات التواصل الاجتماعي نعم طلع هذا وين وصل في حالة وهم طبعا وين وصل هذا وين أنا هو بيكونش واصل عملية مقارنة هي أكيد. إنه بقارن نفسه في الآخر فعندنا مشكلة هنا عندك شبكات التواصل الاجتماعي بتلعب دور المؤسسة الإسرائيلية بتلعب دور الأهالي فيش عندهم أي نوع من الصلاحيات يعني فاكرين رافعين دياتهم يقولوا عمي خلي بتربوا الأولاد لحالهم الولد ماشي لحاله الولد اليوم عنده صلاحيات في البيت لازم ينمو ابوه هو هاي كمان مشكله دكتور السؤال هنا يعني هل في تفسير يعني من ناحيه عم نحكي من ناحيه علم النفس في تفسير لهذا الوضع اللي احنا وصلنا له غير طبعا حكينا انه في هناك زي ما قلنا دور سياسي ودور ولكن كمان التربيه هي بالنهايه الاساس بس احنا ليش كمجتمع وصلنا للي وصلنا له اليوم يعني من ناحيه نفسيه العولمه لعبت دور كبير والتقنيات الحديثه اليوم لعبت دور كبير في انه تبقى متداخله بشكل عميق مش طبيعي في الحياه اليوميه تبعنا يعني احنا سوري دكتور قطشتك بس يعني احنا بنشوف العنف متفشي يعني حتى بالحياه اليوميه مش عم نحكي بس على القتل يعني زي انه احنا اليوم عم نشوف زي ما ذكرت يعني حتى بنطلع على الشارع عباره عن حرب طبعا احنا عم نحكي بشكل عام يعني بكل الدوله في عنف وفي طبعا عصبيه اللي هي زائده ولكن مجتمعنا بالذات عندنا الشيء يعني زاد عن حده يعني بتشوف العنف وحوادث الطرق يعني زي ما ذكرت عم بحكي مثلا اليوم اطفالنا احنا بنودي الاطفال عند اميات اللي هن ممكن تكون جارتنا امنا حدا من بقرب لنا حدا من صحباتنا بتتفاجأ بتشوف انه في قدامك نوع من شيطان يعني التنكيل اللي عم بيصير الضرب غير طبعا ذكرنا كمان التنمر بشبكات التواصل الاجتماعي ولكن هاي كله منا وفينا يعني احنا عم نحكي على اشخاص اللي بحال او اخر ممكن تطلع تعرف هذا الشخص اللي عقبالك وانت بالمرة مش عارف شو متخبي من وراء هذا الشخص هي اللي اخرى مرة بدي اعيدها انه الشبكات التواصل الاجتماعي أدت في نهاية المطاف إنه تعكس على حياتنا نوع من الثقافة. هسا الثقافة هذه إنه أنا البطل.
يعني هذا الرامبو اسمه رامبو، انا بدي اثبت للعالم كلها قديش انا انه انا موجود. هي انا موجود يعني انا فاشل، معنى انا موجود يعني انا فاشل. قمت انا بدي اثبت، مش لزوم انت تثبت انك انت موجود، انت موجود. هسا تقييمهم لذاتهم جدا منخفض، هذا بنعكس راسا مباشره على مين؟ على ثقته في نفسه. هسا بدي اعوض على على على, على, على عدم الثقه في الناس. كيف بدي اعوض عنها؟ من خلال الانسحاب الاجتماعي من جهه واحده، من خلال المخدرات، انه ياخذ مخدرات الهروب او مخدرات للخمر او مخدرات للعنف. او اسف، او الانصياع للعنف. يعني هنا يا بدي اثبت ذاتي من خلال العنف، او بدي اهرب للمخدرات والشرب الخمر، او بدي انسحب اجتماعيا، يعني انزوي اجتماعي، او اقعد في بيتي واتخبى في البيت. يعني هنا هنا الاختيار، هاي الثقافه اللي بحكي فيها. بعطوك مش معطينك خيارات، فيش خيارات هنا. يعني بتيجي من ناحيه نفسيه، انت بتطلع على الشارع في عندك العنف اللفظي كمان، في عندك العنف الجسدي، مجرد انظر لك نظره شو اسمه، هذا عنف جسدي. نظره مش كل انسان بتطلع عليه، انسان واحد ثاني بيقول لك هذا بيعتدي عليك، يعني مجرد نظره. مجرد نظره، مظبوط. فهي صارت جزء ليتجزأ من ثقافه العنف تبعنا. بس وهي ثقافه مجتمعنا، هذا اجماع، في اجماع في الشغل، يعني جماعي، ثقافي جماعي، شو ما جماعي. الناس ككل صارت تشعر بهذا الشعور، يعني ذوتوا هاي الافكار وذوتوا هاي الثقافه في داخلهم، وصار ينعكس على حياتهم اليوميه من خلال ادائهم مع الاخرين. هسه مع الاسف الشديد، يوم تحكي على شبكات التواصل الاجتماعي، عندك 70% من وقت او 80% من وقت اطفالنا على هاي الشبكات. هذه الدمار شامل للنفس البشريه. الانسان بصير عنده انسحاب اجتماعي، لانه اهتمامه ازيد تواصله مع مجتمعيا بيبقى مع مين؟ مع شبكات التواصل الاجتماعي. هذه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم تنحدر لامور غير اخلاقيه ابدا. امور فيها جزء يتجزا البطل، هذا البطل الرامبو. يعني يتقمص شخصيات اللي هي مش تبع له. يعني كل رجل اليوم، كل حتى الشباب الشبيب الصغير اليوم يتقمص شخصيه. يعني كل انسان بيتقمص شخصيه، يعني كله مزيف. كله مزيف، كلها شخصيات مزيفه. وهنا بحكي عن التاقلم الذاتي. شو التاقلم الذاتي؟ يعني هي عملية، حتى انه ايمانه بشيء هي عملية فبركة نفسية. بفبرك المعلومة، بصدق المعلومة بذوتها بداخله كأنها هو. يعني هين والشباب ككل عايش هذا الفيلم. هذا فيلم هندي وعايشين فيه وماشيين فيه. بس في اللاوعي بيعرفوش انه هو يتقمص او يتفبرك شخصية مش له. ومن هنا بده يثبت انه هذه الشخصية تبع له، من خلال العنف، من خلال البطولات، من خلال السركات، من خلال شراء سيارات اللي هي جدا باهظة مشان انا موجود. هي كلها عملية انا موجود. هي عملية تمحور حول الذات انه انا موجود. يعني كل واحد بده يثبت حاله انه هو موجود. السؤال هون دكتور، هل في امكانية شفاء من هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، ولا بده مسألة شغل سنين طويلة؟ هذه اول شيء، فيش شفاء، فيش اسمه زيادة الوعي. افضل طريقه اليوم، اثبت عالميا، اثبت من خلال الابحاث والدراسات في اوروبا، بحكي لك بشكل بدقه هسه، اثبت انه العامل الديني، الوازع الديني، بيلعب دور كبير في تغيير وتصميم وبلوره الشخصيه. يعني العامل الديني، يعني انت ما دام لجأت للدين، او لجأت اللي هو الدين العام الاخلاقي، من كل دين عن عامل اخلاقي، لجأت هناك بصير عندك نوع من التوازن النفسي. يعني حتى الهرمونات تبعك في جسمك، يوم تيجي تقرأ القرآن، الهرمونات او الانجيل او التوراة، كل واحد حسب دينه. يقرأ بيشعر بالهدوء النفسي، بيشعر بالسكينة، بيشعر بالانتماء. انتماء لمين؟ لإشي روحاني اكبر منه، إشي اكبر من المجتمع، إشي اكبر من الثقافة اللي احنا عايشين فيها. فالعامل الديني بيلعب دور مش كبير، هو الدور للتغيير. يعني انا اتوجه للاهالي انه يركزوا بطريقه مباشره وغير مباشره انه يثقفوا اولادهم على الوازع الديني. اذا هناك نجحوا انه يثقفوهم، اولادهم نجحوا في الحياه، انطلقوا. اذا لم ينجحوا، اذا يعني في كلك لا مش معقول الدين ازاي ليش مؤثر.
انا بحكي لك عن اوروبا، ما بحكيش عن 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 العالم الاسلامي، بحكي عن اوروبا اليوم. اليوم اليونغ، يونغ احد علماء النفس الكبار جدا، اكبر عالم نفس موجود في اخر 200 سنه. يونغ، يونغ شو بيقول؟ بيقول العامل الديني يعني كحط بين قوسين، العامل الاخلاقي هو الشيء الوحيد اللي بيقدر يغير يطور وينمي الانسان كانسان سوي، سوي يعني نورمال، يقدر يواجه كانسان طبعا كل سوي شيء. متكيف مع ذاته، متاقلم مع ذاته، بس العامل الديني اللي بيقدر يلعب هذا الدور. اصلا الانسان بيقدر يقول لك لا، هذه مشكلته. كل انسان بيقول لك لا، هذا هذه تعتبر هذه الشيطنه، عامل الشيطنه، لانه بس الدين بيقدر يغير. اذا بنيجي هسه احنا عملنا هسه امامنا في شغلتين، امامنا العولمه فشلت، العولمه خلقت روبوتم، خلقت روبوتم العولمه. التقنيات الحديثه خلقت شياطين. لانه ما دام احنا في هناك، احنا انا مش انا. انا اتقمص شخصيه مش انا. اكيد دكتور، طبعا رح نتوسع اكثر على هاي النقطه، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا، فاصل صغير بنرجع، انتظرونا. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مجددا، ومكملين حديثنا مع دكتور حسن عامر اخصائي نفسي. طبعا عم نحكي على تاثير العنف والجريمه على نفسيتنا، علينا كمجتمع عربي، على الكبار على الصغار. دكتور، قبل ما طلعنا على الفاصل طبعا كنت عم تحكي على تاثير العولمه وكل هاي الامور، تفضل. نعم، هسه التاثير هذا راسخ في داخلنا، يعني موجود، يعني مخزن بشكل عميق في العقل الباطني. يعني انت ماخذ الصوره، مصور الصوره ومدخلتها في داخلك. فالثقافه تبعنا نابعه من هذا التاثير. يعني ماخوذه من هذا التاثير. يعني ثقافتنا، شو ما الثقافه، كيف احنا بنتصرف في الحياه اليوميه واحنا بنشوفه شيء طبيعي. هذا الجزء اللي يتجزا من المعلومات المخزونه في العقل الباطني تبعنا. فاحنا، انت بتقولي بدنا جوز، انت تساليني كيفيه العلاج، واحنا حكينا عن العلاج اللي الوازع الديني بيلعب دور كبير. اكيد هو يمكن كمان هون ترسيخ القيم غير الدين، يعني طبعا احنا عم نحكي عن دين واخلاق وكل هاي الامور، بس اذا بدنا نغير شوي بالمجتمع، تعال نحكي الدور اللي لسه راح يطلع. الدور الثاني هسه، العامل الثاني هو عامل حوار. احنا ما بنقدرش في الاوضاع تبعنا اليوم انه احنا نيجي نحكم اولادنا من خلال نفس الطريقه، من خلال العنف، انه عمليه التسلط. التسلط بيلعب دور جدا سلبي. يعني يوم تقولي تسلط يعني قهر النفس. بيلعب دور سلبي جدا في التربيه، يعني بيجيب نتيجه عكسيه. بدل ما يجيب نتيجه بربيه، كعب ربيه يعني بالقوه، انه يكون صارم معاه او هيك، بيجيب بالعكس، بيهرب لامور اللي هي اصعب ومركبه ازيد. فاحنا بنحاول بكل الطرق انه نتحاور. كيف نتحاور؟ نتحاور من خلال انه هات وخذ، مشاركتهم في الاراء تبعنا، يعني نشاركه في الاراء تبعنا، مش نفرض عليه الراي تبعنا. مش اشعره انه انا فارض عليه، او اشعر من اي جيل دكتور احنا عم نحكي؟ نقعد نحاول التربيه، يعني التربيه من جيل، من حسب علم النفس، من جيل 3 إلى 7 سنين، وحسب الغزالي. حسب الغزالي اكبر عالم مسلم لحد تاريخ اليوم، اخرى 1000 سنه بيظلوا من اكبر العلماء، من 0 إلى 7. وانا اروج ازيد بروح للغزالي، بروح للصفر للسبعة، لانه حتى في الرضاعه بتلعب دور كبير. يعني الرضيع اذا بشعر انه منبوذ، شو ما بتدفعه بتحطه على جنبه، تعطيهوش اهتمام، هذا بولد منه نوع من التبلد في التعامل مع امه او التعامل مع المحيط، لكن بيصرخ كثير، بيضرب، بلطش وهو صغير. يعني بنعكس هذا السلوك، بنعكس. هسه واحد اثنين، بنيجي على حكينا عن الحوار،
التربية لها عدة أدوار، يعني من خلال التسامح الزائد، إذا في عندنا تسامح زائد مع الأولاد تبعنا هذه بيجيب نتيجة جدا سلبية يعني. تسامح زائد. ثلاثة التعويض، إنه أنا انحرمت في حياتي أنا بدي أعوض أولادي شو بده بتعطي. هذا مصيبة، مصيبة كبرى هذا. أربعة، في ولد بتلاقيه هادي من طبعه، ولد بتلاقيه شعث يعني من يعني بضلوا يتحرك أزم اللازم، فبنلاقي إنه الآباء بيحاولوا في عملية مقارنة بين إنه طلع أخوك أو طلع على ابن عمك أو طلع على جيرانك أو طلع ابن صفك، هي عملية المقارنة إنه بحاولت إنه إذلال الطالب أو إذلال الطفل من خلال إيش؟ من خلال المقارنة. المقارنة وهنا بيكونوش قصدين يعني، بس بيعرفوش طبعًا، أكيد بيأثر سلبًا. انت وبعدين بيجي النوع الدلال الزائد، بكل التسامح الزائد والدلال السائد شوي في اختلاف بيناتهم، في دلال زائد برضه انه شو ما بده بعطيه يعني خذ يلا انبسط يا زلمه هيس انت هاي على كبر راحت عليك انا انحرمت منها انت لازم تاخذ شو ما بدك. فهذا بتلعب دور. هسه الاصعب شيء للتربيه انه كانوا انعكاسات جدا سلبيه للمستقبل القريب والبعيد هي عمليه اذلال الطفل، إذلال من خلال الشتم، من خلال الإهانات، من خلال إنه تشعر إنه نفسه وهو دنيء وهو نو جود مش نافع. في عملية إذلال هذه بتلعب دور جدا 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 سلبي، وهذا بتسبب للعنف، بتسبب للانسحاب الاجتماعي، بتسبب بنخرطه في أمور زي المخدرات وما أدراك يعني. فهاي بالذات الإذلال مصيبة كبرى. بالعكس انت بدك تحاور اولادك بكل محبة بكل حنية، وفي نفس الوقت تضع الحدود. شو ما تضع الحدود يعني انا بحبه بس بقول له هذا غلط، بس ليش غلط بدي اشرح له، وبعدين لازم كقريب للحدث عمل غلط، شو ما الحدث عمل غلطة معينة ما تأجلها شغرة وكل ساعة بدي اشرح له. قريب للحدث يعني في نفس اللحظة اللي عمل فيها الغلطة او الشيء صار، بحاول اشرح لابني شو المسببات، شو الشغلات السلبيه والشغلات الايجابيه، وليش انت بشوف انه هو افضل. لازم تعطه عامل التشجيع والتعزيز والمديح والدعم والحضور في نفس اللحظه، حضور فيه والاصغاء الفعال. اصغي الاولاد بشكل فعال يشعر ان انا معه وفي نفس الوقت التواصل النظري انه انا معه، انا اتواصل معه. فالطفل بيشعر باحترام الذات، يعني الطفل ليش بيشعر باحترام الذات اوكي، هون بتبلش نكون الشخصيه تبعه. بنبلش نصمم شخصيته لانه بيحترم ذاته. اما الاذلال يؤدي الى ايش؟ الاذلال بتحكي عليه احتقار الذات. احتقار الذات في نهايه المطاف بقدرش يتكيف مع نفسه، بده يلجأ للامور اللي هي جدا مؤذي له للمجتمع ولأهله طبعا على كبر. لأهله. فهاي التربية بتلعب دور كبير من جيل خلينا نقول 3 سنوات، لأنه هنا الطفل ببلش يتكلم، بلش يمشي، بلش يلاحظ. منقدرش نستخف في الطفل عمره 3 سنوات، هو يفهم كل شيء، بيعرف بالضبط شو حواليه. يعني هذه الأشياء اللي دكتور حسن عم نشوفها، يعني إحنا عم نشوف نسبة كبيرة، بنرجع لموضوعنا اللي طبعاً هو العنف. يعني هل فشلنا كمجتمع في التربية عشان هيك عم نشوف اليوم هاي العنف؟ غير طبعاً إسا بدنا نحط على جنب كل الأمور السياسية والشكل اللي هي لازم طبعاً عم نحكي إحنا ربينا. الفشل هي نسبة. أخر مرة، بما إنه عندك الثقافة مقتبسة الجزء الأكبر منها من شبكات التواصل الاجتماعي، بس شبكات مؤثرة. التواصل هي بالسنوات الأخيرة يعني مش أنا ما هو معظم آخر 10 سنوات العنف تطور بشكل مش طبيعي. مزبوط. آخر 10 سنوات يعني إذا بتطلع أنت مش العنف بلش قبل 20 سنة، في زمان نحن تسمع واحد اطلق عليه نار، هذا شنادر كسروا له رجليه بس ولا مره ما وصلت انه بسهوله يضغط على الزناد ويقتل الانسان. مزبوط. بسهوله يعني كانه اللي مات حتى اليوم الحيوان يوم تقتل الحيوان بتشبك عليه او بتطلع عليه بتقول لك انا كيف انا بدي اقتل هذا الحيوان. يعني حتى نظرتهم لهذا الانسان مش حيوان.
ما هو في لا مبالاة. وكمان هون دكتور حسن احنا بنشوف انه المجتمع يعني طبعا اكيد من اصدقاء من زملاء في العمل حتى من المحيط بالعائلة بتشوف انه الكل بنقسم قسمين زي ما قلت، في اللي بتأثروا كتير فوتوا بالموضوع، يعني اليوم اي خبر عم تسمعوه كتير بأثر عليهم على حتى حياتهم اليومية يعني، وفي الفئة اللي صار عندها لا مبالاة، يعني اوكي سمعت وبكمل عادي وكأني ما سمعتش، يعني في نوع من الكبت تاع هي المشاعر. تبلد الشعور كيف بتصير؟ هسا اذا عندك بصير خوف شديد. خوف شديد بولد للتوتر والقلق الشديد. لما عندك توتر وخوف وقلق، احد اليات الدفاع عن النفس هي عمليه شغله واحده، هي عمليه الانكار وكبت المعلومه، كبت الشيء. يعني انا كبت. هسا انا يا بكبت شو بعمل؟ او اوقمع هذا الشعور. انا اتناسى. الا تيصير تريجر يعني في مسبب انه انا اتذكر، زي التراوما، زي الصدمات النفسيه، بدك تريجر مشان تتذكرها. هيك بالضبط هذول يقمعوا هذا المشاعر والاحاسيس، بينكروها انه هي موجوده، بينكروا الخوف مشان هي عمليه استمرار للحياه. بقدرش يستمر في الحياه كل ما اطلع من البيت اشعر بالخوف، اشعر بالقلق، اشعر انه بالارتجاج، عدم التوازن النفسي، بده ينكر، عمليه انكار. بس ايش ممكن تكون هاي دكتور، يعني هاي يعني زي اذا هو كل الوقت بده يكبت هاي المشاعر او يستنكر هاي الاشي او يعني يخبي هاي المشاعر الموجودة عنده، يعني هون بيكون زي طنجرة الضغط، يعني في اي حالة ممكن يكون عندها اثار على المدى. المجتمع ككل في طنجرة الضغط. المجتمع ككل اليوم عايش في طنجرة الضغط، كل المجتمع في خوف اجماعي. يعني في خوف عند الجميع، عندي في توتر عند الجميع، عندي في قلق عند الجميع، فيش حدا حتى اليوم الانتماء للمجتمع تقريبا معدوم. الانتماء انه انتمي، شو ما تنتمي؟ يعني انا بهتم في نفسي، احسن في اولادي، في عيلتي، هي عمليه الواحد اللي حكينا عنها، التمركز حول الذات. بهموش الاخر. بهموش الاخر، وهنا نجحت فيه المؤسسه الاسرائيليه، انه تجعل الشعب كشعب غير منتمي لشعبه، لقوميته، لنفسه اخر مره. هو يتمحور حول ذاته، ما خصوش في الاخرين. وهين الإنسان بيفقد الثقة، ثقة في المؤسسة، الثقة في المجتمع، والثقة في البيئة المحيطة. يعني إحنا بكارثة اليوم، مصيبة كبيرة. بس إحنا لا نعلم، نحن لا نعلم إنه إحنا موجودين في مصيبة. إحنا نعرف إنه كل شيء تمام، المهم تروح تطلع تعمل مصاري، فلوس، تشتري سيارة، تطلع رحلات وتعيشي وتثبت للآخرين إنه أنت في عالم ثاني. شو مثلاً هاي طلعت رحلات، اشتريت سيارة غالي، وطبعا معظم بيشتروا سيارات غاليات، الاغلبيه صح بالقروض، كلها مش بالقروض، بالحشونيات. بيشتغل في الحشونيات، وبعد ما يشتغل في الحشونيات مش في السنه واحد بيعمل له 2 مليون 3 مليون بيقدر يصنع المستحيل. هسه الشباب، ما تبقى من الشباب، طلع هذا بقول لك هذا وين وصل، وطلع انا وين وصلت، وهذا وين وصل. هسه نسبه اللي بيشتغلوا في هذا المجال هم نسبه عاليه اليوم، نسبة عالية. يعني بشوف انه هذا الملجأ، انه انا اطلع مش درجة، 10 درجات للامام. وهي هذه ازمة العنف. هاي الحشوانيات اوسخ من العنف. الحشوانيات بيؤدي الى برضه لعنف بطرائق مختلفة. فاحنا اخر مرة عملية الحوار مع اولادنا، مع الاطفال تبعنا، بتتم من خلال تواصل الحوار. شو ما التواصل الحوار؟ بقدرش اجي اقعد مع ابني او مع بنتي احكي لهم مره واحده، مره في الشهر، في الشهر وانتهى. يبقى الحوار متواصل بشكل يومي، بشكل يومي، على اساس صداقه، ونتناقش، مش على اساس انه انا تعال حورك مش انا فاهمك اصلا. بصير عنده نوع من يعني ما بحبوش يحكوا بعد، عدم الاكتراث للحوار هذا. بده انا تعال نناقش، عمليه ما بتشعروش انك بتناقش فيه. يعني بتفتحي موضوع، ومن موضوع لموضوع لموضوع بتوصل للهدف تبعك. الهدف المرجو انه كيف لوين توصلي له. من هاي النقطة بننطلق. هذا واحد. اثنين، مثل ما كنا الوازع الديني بيلعب دور كبير. ثلاثة، الثقافة. نحن بنشجع اولادنا انه يثقفوا. اليوم ثقافتنا من الشبكات التواصل الاجتماعي. الثقافة بدهم يدرسوا. هذه أمة اقرأ لا تقرأ. أمة اقرأ لا تقرأ. لا تقرأ. أمة اقرأ، مش بس لا تقرأ، ومش موجودة. يعني مش موجودة، يعني احنا عالميا احنا 1.8 مليار كمسلمين، عالميا تقريبا مش موجودين. والمسلمين تعرف
حدث بلا حرج العرب يعني، حدث بلا حرج. يعني جامعة القدس بتنتج أبحاث عن كل جامعات الدول العربية، الواحد جامعة واحدة. أها. فهين بتستنتج بالضبط احنا وين احنا واقفين. هل بإمكاننا يعني التغيير؟ تعال نحكي شو الأدوات اللي ممكن الواحد يستخدمها يبدأ يغير. يعني هسه أكيد كل حدا متابعنا بشعر بالحوار بيناتنا اليوم في الاستوديو، يعني لأنه زي ما قلنا عم نحكي على الوضع اللي احنا كل يوم عم نشوفه، عم نشوف التأثير وكمان على التربية. يعني زي ما حضرتك تفضلت كمان قلت إنه الكل اليوم من ناحية التربية يعني يلا خليهم يكبروا لحالهم الأولاد، لأنه بنشوف الأهالي مشغولين بدهن يكون عندهم تعني جودة حياة، بروحوا على الشغل، فيش طبعا تربية زي ما سمر، فيش صلاحيات للأهل اليوم، لا هي فيش عندهم حضور، مش موجودين. ليش طيب؟ مش موجودين لأنه فقدوا السيطرة في البيت. طب اللي خلفوا جديد وبدهن يربوا الولد بلدي. بتحدى البنت بتتحدى، الولد بيقول لك اطلع فلان وفلان وفلان ليش بيعاملوا أولادهم هيك وأنت بتعاملني هيك؟ هي عملية صارت مقارنة. ثلاثة الأهل بيطلعوا كيف الآخرين بيعاملوا، بصيروا عاملوا نفس الشيء. هنا الكارثة بتصير، إنه أنا مش بس أفكي دوري، بستسلم لهذا الدور الأخرى، أنا استسلم. يعني أنا بدي زي بدهم خلص هدوء في البيت، ويعمل يا ولد شو ما بدك. أنا بعرف في ولد عمره 13 سنة بروح الساعة 3 الصبح، ثلاث صباحا بيسألوا أهله ما تتدخلش فيه، مش شغلك. يعني صارت جزء يتجزأ من الثقافة تبع هذا المراهق، إنه أنا كبير، أنا ما حدا بفرض علي شيء، أنا إنسان أنا بتخذ قراراتي في حياتي اليومية. وأنت في شيء بدك تحاسبني، تعال أنا بدي أحاسبك. أنت إنسان فاشل، أنا بعرف ناس، أنت بكل أهليهم أنت إنسان فاشل. للأهل تبعك بكون أنت إنسان فاشل، بدك تيجي قارني بدك قارني يعني مع نفسك. فيش احترام، فيش احترام، وهذا من عدم احترام الذات. هي تنعكس على عدم احترامه لذاته، فبحترمش الآخر. دكتور حسن بدنا نطلع كمان فاصل وبنرجع نكمل حول هذا الموضوع مشاهدينا، فاصل آخر انتظرونا. دكتور حسن، طبعا احنا ذكرنا كل موضوع التنكيل بالعنف بالحضانات، وللاسف عم نسمع كثير حضانات بمجتمعنا العربي. بالبدايه ما كناش نسمع، وإسا كل فتره وفتره عم نسمع عنا طبعا بالمجتمع العربي عم بتصير هاي الشغلات. كيف فينا كمان نساعد الاهالي؟ اكيد إسا في اهالي بحضرونا طبعا ومارقين فتره كثير صعبه، خاصه بعد ما شافوا بالكاميرات يعني شو اولادهم اللي هن اطفال ابرياء، يعني مجرد ملائكه قاعده بهالحضانه، وبنشوف الصور اللي هي يعني عن جد بتقطع القلب. تشوف طفل يعني يضرب بطريقة ويعامله بطريقة مش حلوة، يشتم، يعني طفل بريء صغير، قديش ممكن تكون الأثار والأبعاد على هذا الطفل على المدى البعيد، وطبعا على الأهل وكيف ممكن يتعاملوا معه. أول شيء حبيت أطرح موضوع الأهالي وتبعثوا ابنهم لهاي الحضانات، لازم يعملوا دراسة كاملة متكاملة عن الحاضنات من جهة واحدة، من جهة ثانية المساعدات. هل هن مؤهلات إنه يعالجوا ولا مش مؤهلات؟ هل في رقابة على مين؟ على الحاضنات نفسهم؟ هذا واحد، مشان أنت تضمن إنه ابنك لمستقبل، بحكي على مستقبل، ابن ابنك أو بنتك رايحين على حضانة اللي هي حضانة اللي هي رايحين تعطيهم الأمان والتربية صحيحة، بدك تراقب وتتابعي. هذا واحد. اثنين، مصيبة كبرى انه اولادنا اللي تعرضوا للتنكيل والتنمر والعنف بهاي الحضانات، مصيبة كبرى انه خلص والله الولد اجرموا فيه وخلص اخذ نصيبه بالحياة وانتهى. لا، موقفات شو الولد يعاني، انا من هسه بقول لك يعاني من صدمه، مش صدمه، صدمات نفسيه. يعاني من صدمات نفسيه. الصدمه النفسيه هذه بتخلي وراها يعني بت
تبقى وراها آثار. نوع آثار جدا نفسية سلبية، لدرجة إنه بعطيك الأعراض تبعها، يعني في قسم كبير منهم مستقبلا بصير عنده تشوش في الإصغاء والتركيز والذاكرة. تصور شو بتعمل. اثنين، الخوف الشديد، كخايف على طول لأنه فيش عنده أمن وأمان، لأن يعني كل واحد على ذيله بتنمر فيه. ثلاثة، التوتر والقلق الشديد ينتابه. شو ماذا ينتابه؟ يعني بظله متوتر على 24 ساعة. أربعة، عنده في قسم بيصير عنده اكتئاب. اكتئاب، وفي قسم بيصير عنده أعراض جسدية بسموها سيكوسوماتية. سيكوسوماتية نفسية، يعني في عنده، في ولد بيقول لك أنا راسي على طول بوجعني راسي، ما كانش وجع راسي. نفسي يعني. هي نفسي، سيكوسوماتي نفسي جسدي. يعني بصير يقول لك عندي وجع راسي، عندي وجع في المعدة. انا راسي راح يتفجر. بصير عنده نوع من الانسحاب الاجتماعي، ما بدوش يتعامل مع البشر برا. هاي الاعراض تتطلب انه يبقى اخصائي نفسي مهني. مهني، مش اخصائي نفسي عادي، اخصائي نفسي مهني اللي هو متخصص في 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 جانب الصدمات النفسيه، في مجالس الصدمات النفسيه، اللي يبقى مؤهل كيف يعالج اولاد اللي هم مرقوا هيك مرقوا الطفولة ومرقوا الصدمات النفسية في هذا السن بالذات. يعني السؤال حاليا يعني بهاي الفترة، هذا واحد. اثنين، متابع. اثنين، احنا حكينا انه نبعثهم لأخصائية نفسية. اثنين، الأهل لازم كان عندهم وعي وإدراك كامل في كيفية التعامل ومواجهة مشكلة اللي بينهم. مشكلة ابنهم بتلاقيش إنسان سوي، يعني مش إنسان متكيف ومتزن نفسيا. كلنا إذا مش متزن، أنت مجننت سمانة، أنت جننتنا، أنت فوقك، يعني بصيروا يسقطوا مشاكل الأهل نفسهم، إنه أنا مش قادر أتحمله، يسقطوا في مين؟ في الولد. الولد مر في ظروف جدا قاسية وبدهم يزيدوها عليه الطين بلة. لا، أنت بدك يبقى عندك الصبر، تمارسوا صبر بشكل مش طبيعي، يعني تمارسوا عامل الإصغاء مع عندهم، والتركيز انه انا معك، انا موجود معك، تخافش، ما دام انا موجود معك انت بامن وامان. هو موجود معك مش حضوريا، موجود معك في الاصغاء، موجود معك في الحضور، موجود معك في 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 في, في الصبر وما ادراك. السؤال هون دكتور، اذا هذول الاطفال اللي طبعا تعرضوا، ثلاث، في نقطه ثالثه اذا سمحت. اوكي تفضل. النقطه الثالثه المهمه جدا هي دور المدرسه. يعني المدرسة، الأهل يوم تبعثوا بينهم لازم يفتحوا للولد ملف في المدرسة، إنه الملف إنه الولد يعاني من صدمات نفسية، عملية تنكيل وتنمر في وعنف في الحضانة، وهذا نكلوا معه، بينكلوا معه لمين؟ للممات. بيكم أنتوا تعطوا حيز كامل لهذا الولد في التعامل. يعني في ولد من النوع يعكس سلوكه وشخصيته عمين على الآخر. الاخر بصير تنمر فيه ناحيه نفسيه، بصير تنمر فيه. هسه بينا احنا عمليه انه اعطاء المعلمين او المدرسه بشكل عام او المستشارين او الاخصائيين النفسيين انه هذا الولد مر مرحله جدا حرجه في حياته اللي هي سببت الصدمه النفسيه، وانتم بكم التعامل كيف تعاملوا معه وكيف تعالجوا هذا، يبقى له حيز كبير في المدرسه، يعني بيلعب دور كبير في المدرسه، يعني بننتقل للمدرسه. السؤال هنا دكتور، احنا عم نحكي يعني هاي الاشياء ممكن تنتقل لجيل كبير حتى لو تم معالجته واعطائه كل الحب والاهتمام والامان، يعني بعد ما صار معاه اعطاء الحب والحنان، وبرضه بدك تعطيه الاليات في كيفيه التعامل. يعني بمعنى انه الاهل بدهم يقعدوا مع ابنهم يقولوا له، يعني يفهموا انه اللي مر هو فيه 1 2 3. هو لازم يتقبله. هي عمليه التقبل، يعني بعد ما يوعى شوي المفروض يحكوا معاه على الموضوع. عمليه التقبل تسبب يعني بتجيب عمليه التفاهم والتسامح. اذا انا متفاهم مع نفسي، متسامح مع نفسي ومتفاهم مع نفسي، انا بيبقى عندي قدره على مواجهه الصدمه، مش نسيان الصدمه، بنسوش الصدمه، بس انا بواجهها بشكل ايش؟ متسامح. يعني انا بقدر اعطي لنفسي نفوذ انه انا مريت في هذه التجربه، بس اللي انا الحمد لله اليوم بقدر اواجهها، مش انساها، اواجهها. اذا انا مجرد انا واجهتها وتعاملت معها،
انا بشفاش منها، انا بخفف حدة التوتر والقلق الشديد الموجود عندي للمينيموم، لا اكل شيء، وبقدر اتعامل معها، وبقدر اتعامل بحياة اليومية، يعني بقدر استمر في حياتي اليومية بهذا الشكل، يعني ما بتأثرش علي لحياتي إلا نجاحي في حياتي. في قسم بينعكس عليه بشكل إيجابي جدا وبينجح في الحياة تبعه، ليه؟ لأنه تسامحه وتفاهمه للصدمة أو للحدث اللي صار معه هو إيجابي جدا. إذا إحنا التفاهم تبعنا إيجابي بينعكس إيجابي، التفاهم تبعنا سلبي بينعكس سلبي. دكتور مجدال، معنا كتير وقت، بدنا نحكي دقيقة بالنسبة للأهل كمان، كيف هن يتعاملوا مع هاي الصدمة، لأنه بالنهاية أكيد الكل بشعر يعني بحال كمان أنه يعني مذنبين إنهن ودوا هن هذا الطفل لهاي الحضانة، يعني فعندهن شعور بالذنب وشعور كأنهن ما كانوش كفاية مسؤولين وكل هاي الأمور، غير أنه طبعا المشاهد اللي شافوها مع أولادهن. كيف هن لازم طبعا نحكي يتعاملوا مع نفسهن كزوج يعني، وكمان كل واحد بمفرد، عامل التأنيب والتذنيب راح يبقى معهم في حياتهم، يعني برضه راح يعيشوا في نفس في نفس الحالة تبعهم، راح يعيشوا انه انا اذنب نفسي لو انا بكيتش موجود يعني يوم صار الاشي مع اولادي، بعرف شو صار بالضبط مع ابنه وبنته. اقل ما يمكن في هذه الحالة، اقل ما يمكن يصير عندهم نوع من الوعي والادراك في كيفية التعامل مع مشكلة ابنهم. كيف يعني كيفية؟ يعني انا اتوجه لاخصائيين نفسيين او مستشارين، اتوجه اللي حوالي انه اللي بيقدر يعطيني الاليات والادوات في كيفيه التعامل مع اولادي، هذا واحد. اثنين، الاولاد اولادنا النوع بشكل عام اهم شيء بالنسبه له انه يبقى عنده اهله حضور، يعني مش حضور انه خمس دقائق تكتين وانتهى الفيلم في اليوم، لانه الاهل فيش عندهم وقت. مظبوط. يعني الاب بروح بعد العصر او المغرب بسحب حاله بيطلع على القهوه اي ثقافي، او بقعد على شبكات التواصل الاجتماعي تن 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 بضل يطنطن تيشبع تيشبع وبعدين بروح ينام. يعني كانه هذول فاكرين الاطفال مش موجودين. الطفل بشوف والطفل انت الطفل عايش هذا الاحداث اليوميه. خاصه من جهه واحد بده تعطي حيز كبير من الوقت للاولاد، هذول اولادنا احنا عايشين منشان اولادنا. حيز كبير بيتطلب الصبر، تسامح نفسنا، تسامح الذاتي، تسامح ذاتي مع بدعكس على أولادي أعكس عليك. ثلاثة، التفهم، انك تتفهم قضية ابني. أربعة، مجرد أنا عندي الوعي والإدراك بعرف بالضبط كيف ابني بشعر في داخله، أنا بدي أتعامل مع هذا، أتعامل مع هذه المشاعر والأحاسيس. من دون ما يأخذوا أي نوع من التوعية المهنية من الأخصائيين المهنيين، راح يبقى صعب جدا على الأهل كيف مواجهة القضية تبع الأولاد. هاي أول شيء أنا بقول لهم إنه يا عمي روح تفضل فتش على كل الجهات المهنية وحاول خذ قدر الإمكان من المعلومة من أجل مواجهة مشاكل ابنك أو الصدمة تبع ابنك. دكتور حسن، هيك بس كمان يكون عندنا أدوات أو آليات أخيرة إنه كمان إحنا كمجتمع نستعملها معنا ومع أطفالنا، نمرق هاي المصيبة اللي إحنا عايشين فيها اللي عم نسمعها كل وقت، زي ما قلنا العنف والجريمة بمجتمعنا، شو كيف ممكن إحنا نتأقلم هيك أو نكمل حياتنا ونكون أكثر محصنين من ناحية نفسية؟ الصحة النفسية للصحة الشخصية سوية، تدرس شخصية سوية هي عامل التوازن النفسي. أفضل طريقة اللي كان له يونغ، مش أنا، هذا اللي كان له يونغ، أفضل طريقة للصحة النفسية والاتزان النفسي هي الوازع الديني. يعني بتقدر أقول لك أنا ترى على الدين، لا روح على الدين، روح على الدين، الدين أو إشي روحاني للغير روح الروحاني، روحانيات يعني. هذا بيلعب دور كبير. الوازع الديني بيلعب دور كبير في التغيير وصقر وتصميم وبلورة وكل كيان الطفل هذا بتغير. ليه؟ لأنه ثقته في نفسه ترجع، إيمانه في نفسه بيرجع من خلال ثقته في الله، بالإله، هيك ربنا خلق الكون. يعني الجانب الديني هو اللي بيغير. هسه بتقولي لي انه في جوانب ثانيه بتغير، بس فيري مينيمال. شو فيري مينيمال؟ يعني شيء بسيط. لانه في عندك كثير عوامل مشتركه. عندك المؤسسه الاسرائيليه لها دور كبير. عندك المجتمع اللي لا ينتمي الى نفسه له دور كبير. عندك العيلة اللي مش موجودة، اللي فيش حضور للأهل. عندك المدرسة الضايعة، سلك التعليم الضايع، فهمتني انت؟
فهذه كل العوامل وشبكات التواصل الاجتماعي مسيطرة، كل العوامل هذه بتلعب دور كبير في التربية. يعني مش عامل واثنين، عندك عدة عوامل بتلعب في التربية. هسا احنا اذا في عندنا عدة تواشي بنعمل نقول نرجع للدين، نرجع للدين. الدين الشيء الوحيد اللي بيرضع عملية ردع، الشيء الوحيد اللي بيعطينا السكينة، الشيء الوحيد اللي بيعطينا توازن نفسي، الشيء الوحيد اللي بيعطينا انتماء، اهم من كل شيء انتماء، الشيء الوحيد اللي بيعطينا بيرفع تقييمنا لذاتنا واحترامنا لنفسنا. الشيء الوحيد اللي بيعطيني انه انا موجود، بدك تبقى موجود، هي انت موجود هنا. اها دكتور حسن، كلمة أخيرة بتحب تحكيها للمشاهدين؟ تفضل. كلمة أخيرة أنا لخصتها في آخر الجملة، إنه من أجل التغيير إذا بدهم يغيروا بدهم يرجعوا للجانب أو الوازع الديني من جهة واحدة. اثنين، لازم يكون عندهم حضور في البيت. حضور يعني، مش حضور والله إسقاط واجب. يبقى عنده حضور. ثلاثي، لازم يتابع المؤسسات وين بودي أولاده. مثلا تروح على الحضانة بدك تتابع الحضانة، بدك توديه على المدرسة لازم أنت تزور المدارس. تزور المدارس بشكل متواصل. يعني الواحد بشعر أنه ابنه مش في مشكلة هناك، بدك تروح على المدرسة شوف شو صاير. ثلاثي، رقابي مهم جدا، رقابة الأطفال تبعنا وهم متابعين شبكات التواصل الاجتماعي. فشبكات التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير، فانت بدكم تراقبوا عملية الرقابة انه اولادكم يدخلوا لويب سايتس اللي هي ممنوعة، اللي جدا مؤذية لهم. اكيد. دكتور حسن عامر اخصائي نفسي، شكرا كثير على هاي المعلومات، بتامل انه قدرنا ولو بشوي هيك نفيد المشاهدين او نعطيهم بعض الادوات اللي عن جد يقدروا يستمروا بالحياه او يكونوا اكثر سويين نفسيين، او طبعا يقدروا يعالجوا امور مرقوا فيها. مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، على امل انكم استفدتوا واستمتعتوا. مني انا سمر عودي كرنتيناجي ومن طاقم برنامج كله صحه اطيب التمنيات، والى اللقاء.